حياكم الله مشاهدينا، واسمحوا لنا أن نستكمل الحوار ونتوقف عند كثير من النقاط الهامة جدا للدولة الأردنية في طوفان الأقصى. يعني تاريخيا لا يستطيع أحد أن ينكر، والتاريخ لا يستطيع أن ينكر مواقف الهاشميين ومواقف الدولة الأردنية الثابت والواضح والصريح أمام العالم أجمع فيما يتعلق بالاعتراف بحق الفلسطينيين على أرضهم وبأن يكون لهم سيادة على تلك الأرض. مواقف ثابتة تقدر للدولة الأردنية، ولذلك الدبلوماسية الأردنية حظيت باحترام عالمي كبير جدا، ولم يأتي من فراغ، إنما جاء من الخطاب السياسي الدبلوماسي الثابت والذي يتسم بالاتزان والحكمة والعقلانية. اسمحوا لنا أن نرحب داخل الاستوديو بالدكتور ليث القهوي، وهو الخبير الاستراتيجي. أهلا ومرحبا بالدكتور. دكتور ليث، وأنت خبير استراتيجي، في شيء هام جدا من يدقق رد الفعل الأردني، وهو رد فعل يتسم بالحكمة. صحيح. لجلالة الملك في بداية طوفان الأقصى، هذا الرد السياسي الدبلوماسي جاء بتدرج، بدءا من الخطاب السياسي الدبلوماسي، من الجولات الأوروبية لجلالة الملك، من التحدث معهم حتى في بدايتها، في بداية كلمة جلالة الملك في القاهرة قال السلام عليكم ونحن دعاة سلام. صحيح. يعني كم هذه الكلمة يعني تقدر عالميا. وصلنا في التدرج والجولات والخطابات والجولة الأخيرة في الخليج إلى أن وصلنا إلى، اضطر الأردن إلى استدعاء السفير الأردني المتواجد في دولة الاحتلال. تحليلك لهذا التدرج في الخطاب السياسي الدبلوماسي الأردني؟ أول شيء الله يمسيكم الخير جميعا، الله يعطيك العافية. واليوم هو اليوم 27 للعدوان الاحتلال على قطاع غزة وعلى أهلنا في فلسطين. جهودكم مشكورة، وهذا ليس في شيء غريب على تلفزيوننا الرسمي وعلى إعلامنا بهذا الجهد. شكرا. وأنا أعرف أنكم تواصلوا الليل في النهار حتى تكون الصورة متواصلة وكاملة للمواطن. الله يعطيكم العافية. لو نيجي نرجع أنا وياك لحالة التدرج اللي ذكرتيها وخطاب سيدنا وجولات المكوكية، الجولة الأوروبية والجولة الخليجية، سيدنا من اليوم الأول سعى إلى كسب حملات تأييد ودعم حول هاي القضية الموجودة، قضية مصيرية. الأردن أدرك أهمية هاي القضية من قبل 7 أكتوبر، هو اليوم التاريخي لعملية التغيير اللي حصلت، وأشار سيدنا في أكثر من مناسبة في زيارات الولايات المتحدة الأمريكية بأنه دق ناقوس الخطر. في شيء، في خطر موجود، في هنالك تصفية حسابات في الشرق الأوسط، أصبحت ساحة، يعني هاي الساحة للانقسامات وساحة لسياسات مختلفة موجودة، خصوصا اليوم 2/11 هو الذكرى 106 لوعد بلفور المشؤوم، وهي ما تسمى فوضى وعد بلفور. أنا بسميها فوضى وعد بلفور. الجولات الأردنية سواء الأوروبية أو الخليجية وتصريح جلالة الملك الأخير في ألمانيا في آخر جولاته، يعني كان واضح وصريح بأنه يجب وقف الهجوم بشكل مباشر. نعم. يجب حماية المدنيين. نعم. هنالك خطوط حمراء تم تعديها من قبل دولة الاحتلال، وهي الانتهاكات لا يمكن أن يتم السماح بها والاستمرار فيها. تتحدث عن قطاع يوجد فيه ما يقارب 1,400,000 مواطن، لا يمكن أن تستمر هذا الإجرام وهذا الهجوم البربري الواضح والصريح على أهلنا، خصوصا أن القضية الفلسطينية هي بالنسبة للأردن وللجميع المواطنين قضية محورية مركزية. نعم. رئيسية. الأمر صار فيها خرج عن عملية السيطرة، خرج عن عملية التحكم، واليوم تحول هذا الإطار من صراع عربي إسرائيلي إلى صراع إقليمي. فسيدنا كان واضح رسالته، واضح حديثه، آخر جولات مبارح في الجولة العربية حتى يكون في هنالك سعي وحشد لأشقائنا العرب حتى يكونوا معنا في هذا الإطار. وجاء اليوم يعني قرار سحب السفير مباشرة أيضا من دولة البحرين. من دولة البحرين. نعم. صحيح. فبالتالي هنالك إن شاء الله راح يكون في تأييدات، ردات فعل واسعة، ولكن يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تنأى بنفسها وتكون دور الوسيط وليس دور المتحيز. نعم. اليوم يعني ارجع للتاريخ، 338 424 قرارات الأمم المتحدة. صحيح. يعني هنالك عدم التزام من أول من دولة إسرائيل، من كيان الصهيوني هذا الغاشم، مش شيء بجديد، ولكن هنالك انتقائية في عملية التحكيم، انتقائية في عملية الإنصاف. يعني هم عندهم مدنيين وإحنا ما عندنا مدنيين؟
وهذا خطاب جلالة الملك اللي نوه له من اليوم الأول. نعم، حتى في مؤتمر القاهرة، مؤتمر القاهرة كان جلالة سيدنا واضح في هذا الإطار من خلال حديثه، بدء في الحديث وكانت رسالة وتصعيد دبلوماسي واضح جدا جدا. نعم. طيب دكتوري، الآن يعني نتحدث عن قضية هامة جدا، بأنه الأردن لجأ لمجلس الأمن. نعم. وتدرج في هذا الموضوع، ثم لجأ إلى الأمم المتحدة، الجمعية العمومية. الجمعية العمومية. نعم. وحصلنا على إجماع أممي. صحيح. وهذا ليس بسهل، لأنه صحيح. كان بمبادرة أردنية. صحيح. أن يقود الأردن هذه الأصوات وأن يحصد هذه الأصوات نتيجة دبلوماسيته. صحيح. ونتيجة قدرته على إيصال الصوت والحق الفلسطيني. صحيح. للمحافل الدولية. الآن هذه الجهود، كم القضية الفلسطينية وكم طوفان الأقصى بحاجة إلى مثل هذا الإجماع الأممي اللي الأردن حرصت إنها تحصده؟ خليني أحكي لك، لو رجعت أنا وياك إلى قبل سنتين تقريبيا، نعم. منذ تولت تقريبيا الحكومة اليمينية المتطرفة من سنتين، نعم. هذا الإطار الموجود وهاي الحكومة، وهنالك أزمات داخلية موجودة على هاي الحكومة، نعم. وزراءها سموتريتش أو بنغافير أو ما إلى ذلك، هنالك حالة عدم رضا، يمينيين متطرفين عليهم علامات استفهام في الداخل طبعاً. الإسرائيلي، فبالتالي كان هنالك نتائج دقينا ناقوس الخطر من خلال قيادتنا منذ اليوم الأول وما قبل بهذا الإطار، وعلاقاتنا بدأت الدبلوماسية إلى حد ما في حالة عدم ثبات وصولا إلى ما وصلنا اليوم بهذا الإطار الموجود. الأردن أجمع على قرار، 120 دولة كانت معه بهذا الإطار، استخدام الفيتو الأمريكي هذا أمر متوقع وواضح للعيان، ولكن استطعنا أن نحشد رأي عام، وهاي أزعجهم طبعا، لأن أزعجهم. أنا دائما خليني أحكي لك، صح الأمور السياسية مهمة والعسكرية مهمة صحيح على الأرض وعلى الميدان، ولكن أيضا الجهد الدبلوماسي هو يوازي تلك الجهود. الجهد الدبلوماسي اليوم في الحشد، في التأثير على الرأي العام، في حشد المواطنين الموجودين للتأثير على تغيير قرارات حكوماتهم مهمة. طبعا. وصلنا للجمعية العمومية ونحن ندرك أنه قرار الجمعية العمومية هو قرار غير ملزم، ولكن بالنهاية استطعنا أن نقود كما كنا سابقا وكما سنكون بعون الله دائما رأس الدبلوماسية في المنطقة. نعم سيدي الكريم، الأردن يحترم سيادة الدول. نعم. ودائما في كل نزاع في مناطق الإقليم قبل طوفان الأقصى وكل صراع كان من الربيع العربي والفوضى اللي صارت، دائما الأردن لا يتدخل في تقرير مصير دول أخرى، بل يترك تلك الدول لتقرر مصيرها، ولا يتدخل إلا في الحل السياسي، لا يدعو دائما إلا لأي نزاع في الحل السياسي. صحيح. وهو الأردن دائما بقيادة جلالة الملك عندما قال رغم يعني قوة الدعم الأوروبي والأمريكي لإسرائيل، وقف أمامهم وقال نحن سنبقى ندعم القضية الفلسطينية بدون نهاية مهما كلفنا الأمر، وسنبقى الداعمون للسلطة الفلسطينية. نعم. هاي له أبعاد هذا الخطاب، ما هي أبعاد هذا الخطاب؟ ماذا يريد جلالة الملك من هذه الرسالة؟ جلالة الملك واضح، وتوجه الدولة الأردنية واضح، توجه الدبلوماسية الأردنية بهذا الإطار واضح، على حدود الرابع من حزيران ل67 لفلسطين، الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية بهذا الإطار. هم يحاولون أن يكونوا إلى حد ما هنالك تغيب، هنالك عملية عدم اكتراث بالقرارات الأممية وعدم اكتراث وعدم تطبيق لتلك القرارات، ولكن نحن نجابه في الدبلوماسية، يعني أراها لوحدنا صراحة في الميدان، والأردن يتبوأ هذا المصدر الموجود، خصوصا بعد ما صارت من تقريبيا سنتين اللي هو عملية الوصاية والحديث عن الوصاية الهاشمية، اللي يعني هي ثابتة بعون الله وسوف تبقى ثابتة بهذا الإطار، وهي يعني أصبحت اليوم رمز طبعاً. من رموزنا، وفلسطين قضيتنا جميعا. اليوم ما يزعج الدول الغربية وما يزعج الدول الأمريكية هو تصدر الأردن للموقف الدبلوماسي. خطابنا واضح، تصاعد الدبلوماسية الأردنية ونبرتها الحادة واضحة جدا بهذا الإطار، وسوف يكون هنالك أتوقع عملية تصاعد في عملية الخطاب في الأيام المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، لأن الوضع أصبح بربري طبعاً. غير قابل للإنسانية، غير قابل لأدنى درجات الإخلاقية، يعني ما هكذا تورد لهذه الأمور.
تجاوزنا الحدود، تجاوزنا المواثيق، حتى المبررات التي أوجدتها وصنعتها إسرائيل لنفسها في هذه الهمجية هي مبررات أصبحت مكشوفة بأنها كاذبة للعالم أجمع. صحيح. والدليل بأنه الرواية الأوروبية الإسرائيلية الأمريكية نجحت في بداية أنا بدي أسميه صراع إنجاز لي. نعم صراع نعم. لكن الآن انكشفت هذه الرواية المزيفة والتضليل الإعلامي، انكشف الآن، لأنه في النهاية صوت الحكمة وصوت الحق هو الذي يعلو، وهم دولة ليست شرعية. طيب. والحق الفلسطيني هو حق شرعي لهم. نعم. تفضل. إحنا اليوم لو ترجع للأمور الموجودة وكان عندنا الصراع الأوكراني الروسي، أو أنا بسميه الصراع الأمريكي الروسي، الأقطاب الموجودة، التنازعات، وجود البارجتين الأمريكيات اليوم في البحر الأبيض المتوسط قبال سواحل فلسطين المحتلة، وجود بارجة بريطانية وصين داخلة على هذا الإطار بإرسال بوارجها، خرج الصراع اليوم عن صراع عربي إسرائيلي كما تحدث مسبقا إلى صراع إقليمي، وسوف تكون الشرق الأوسط هي ساحة للفوضى، ولكن هذه الفوضى مدمرة. جلالة الملك دكتور حذر وتحدث عنه لما سابقا، لما حكى بأنه إذا ما استمر هذا العنف على غزة في بداية الطوفان ستكون هنالك حرب تنتقل، كان يخشى أن تنتقل هذه الحرب إلى المناطق المجاور وتصل إلى دول إقليمية. نعم، إحنا اليوم حتى في حدودنا الشمالية إحنا ليس في أمن كامل، يعني جيشنا الله يعطيه العافية وجهة الأمنية الله يعطيها العافية العبء عالي جدا، وفي حدودنا الشرقية نسبع بين الآونة والأخرى الحشد الشعبي والميليشيات الموجودة وتهدد، إذن بالتالي يعني إحنا الضغوطات على شبابنا عالية جدا، دبلوماسية عسكرية داخلية. ولكن بدي أنوه نقطة، اليوم إحنا أحوج ما يمكن في أي لحظة من لحظاتنا إلى أن نلتف جميعا حول بعضنا البعض، حول قيادتنا. أشكرك. يعني إحنا خلينا نضع خلافاتنا مع ممكن سياسات حكومية معينة، مع إجراءات معينة نحطها على جنب الآن، واليوم نلتف حول قيادتنا وحول دولتنا وحول حكومتنا بهذا الإطار. اليوم لا يمكن أن يكون هنالك لا سمح الله أي زعزعة في الجبهة الداخلية، لن نتحملها، لازم نكون مع بعض. قرارات مبارح يعني قرارات أولى وقرارات مبادئة وقرارات يعني من أول الدول اللي طردنا السفير الإسرائيلي وعدم رغبتنا في الرجوع واستدعينا سفيرنا، وهي خطوات دبلوماسية لم تتخذ عبثا وإنما اتخذت على أعلى درجات السياسة وعلى درجات الدبلوماسية بهذا الإطار، ولكن يجب أن نوحد صوتنا، نكون مع بعض حتى في وقفاتنا السلمية، إحنا مع الوقفات السلمية التي تحترم والتي توصل صوتنا، ومن خلالها نوصل ما نريد إلى الدول الأخرى وإلى السفارات الدول الأخرى بأنه إحنا موجودين ونرفض هذا الأمر رفضا قاطعا. وما أحوج فلسطين إلى هذه الوحدة الأردنية والوقف الأردنية السلمية، لأنه لا أحد يستطيع أن ينكر بأنه القضية الفلسطينية دكتور إلها ارتباط بالأمن الوطني الأردني طبعاً. ولذلك ليس هنالك أقرب لفلسطين من الأردن والأردنيين، فهم بأمس الحاجة لوحدتنا. صحيح. اليوم القضية الفلسطينية قضية مركزية ذات شأن داخلي وليست ذات شأن خارجي. طبعاً. اليوم الرئة اليسرى والرئة اليمنى ما بين فلسطين والأردن لا يمكن لأي شخص أن يستطيع أن يلعب على هذا الوتر. واليوم أهل غزة بحاجتنا، أهل الضفة بحاجتنا. طبعاً. المساعدات التي بدأت والحمد لله تدخل، صحيح هي متوسطة وإلى حد ما خجولة، ولكن أن تدخل خير من لا تدخل. يعني كان المساعدات تدخل ما بين 500 إلى 600 شاحنة يوميا. طبعاً. اليوم تدخل بحدود 20 شاحنة. وعداك عن ذلك، قوات الاحتلال هي لا تريد المقاومة فقط، وإنما تريد أن تدمر كل ما هو موجود على أرض قطاع غزة ضمن سياسة الأرض المحروقة. طبعاً. اليوم طبعاً. تدمر، واضح، تحرق بنية تحتية، مدارس، مستشفيات، مساجد، أطفال، مدنيين ما لهم علاقة بهذا الإطار. حتى يا دكتور يعني من يدخل إلى البروتوكولات الملحقة في اتفاقية جنيف والقانون الدولي، كل بند فيها في قانون الحرب هو انتهاك واضح وصار. صحيح. يعني مبين الانتهاك لكل من المواثيق الموجودة في البروتوكولات لاتفاقية جنيف، ولكن انتقائية. 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 يعني أنا ما بزبط عليه ولكن بزبط عليهم، والعكس صحيح، هذا لا يجوز. إما تطبق القانون الدولي الإنساني على الجميع طبعا، وتأخذ بعين الاعتبار وتوقف المجازر وتوقف الهجوم البربري اللي قاعد يصير الآن، وأهلنا يقتلوا بدون أدنى رحمة وشفقة ونظرة من العالم الخارجي، ولسه يتحدثوا عن هجوم من المقاومة وهجوم من حماس للمدنيين، والأطفال قاعدين يتقتلوا بهذا الإطار. دكتور يعني في تاريخ الحروب والنزاعات دائما كل ما استمرت أو طال مدة النزاع
كلما دخلت أطراف وتوسعت الدائرة. صحيح. دخلت أطراف صراع كثيرة فيه. صحيح. وبالتالي يعني حتى الصراع أو النزاع السوري نجد الأطول عمراً لأنه عدد أطراف النزاع فيه كثيرة متعددة. جدا متعددة لأنه طال كمان. صحيح. الآن وهذا ما نخشاه في النهاية من الخاسر. دكتور نتنياهو ماذا يريد من إطالة هذه الحرب؟ هل يتهرب من المواجهة الشعبية والمحاكمة له؟ أم ماذا يريد؟ هل هي انتقامية؟ إلى ماذا هذا النفس؟ ألا يخشى الرأي العام العالمي للآن عماله بروح في تغييره في اتجاه آخر ليس كبداية الصراع؟ يعني أنت ارجعي إلى تصريحات رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ. نعم. وارجعي إلى ما تحدث فيه وزير الخارجية الأمريكي، وارجعي إلى الدعم العلني المباشر والواضح للاحتلال. اليوم نتنياهو أتته هاي الأزمة يعني كأنها هدية بالنسبة له. هو لا يأبه بعدد القتلى. نعم. من الجانب الإسرائيلي، هو يأبه اليوم كيف يستطيع أن يبقي نفسه في سدة الحكم على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب هذا الأمر الموجود، خصوصا حتى على حساب شعبه، حتى حساب شعبه. نعم. لأنه أزمة موجودة داخليا وتزايدت بهذا الإطار، وكل يوم أصلا نسمع مظاهرات في الداخل الإسرائيلي حول الأسرى وحول الموجودين وحول، مع الاحترام وأنا أعتذر عن هذه الكلمة، السياسة الرعناء لنتنياهو وطاقم الوزاري، لا يمكن أن يبقى مستمر مع أنه الاحتلال سوف يكون إلى حد ما طويل نسبيا إذا استمر في هذه السياسة. نعم. إلا إذا كان هنالك ضغط داخلي يجبره على الوقوف والتوقف بهذا الإطار، ويفترض أن يحدث هذا الأمر قريبا. الدعم الأمريكي دكتور، هل تتوقع الآن أمريكا في إلها يعني موقف مزدوج ضبابي زئبقي أنا بسميه، لأنه في بعض من الخطابات تلاحظ بأنه أحيانا نحن مع دعم وإدخال المساعدات الإنسانية وعدم قتل الأبرياء، وعلى الطرف الآخر هي تدعم عسكريا. صحيح. وتؤيد إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها. هذا الموقف الضبابي الزئبقي الأمريكي يعني هل يطول؟ هل أمريكا مستعدة على خسارة مزيد من الأموال والمعدات اللوجستية اللي راح تدخلها في الحرب؟ هل هي يعني هل ستصبح إسرائيل في يوم أو في وقت من هذا الصراع عبء على الاستراتيجية الأمريكية؟ اليوم هم ما بفكروا بوجهة نظري بهذه الطريقة، يفكروا كم هنالك من اليهود الموجودين في أمريكا داعمين للمرشحين واللي بدهم يكونوا في مجلس الشيوخ وفي مجلس الكونغرس الأمريكي. هم لا يأبهوا بالإنسانية اليوم كأمريكا. نعم اليوم. نعم. أصبحوا يأبهوا بكم يستطيعوا أن يحصلوا مكاسب سياسية داخل مجالس الشيوخ وداخل مجالس الكونغرس الأمريكي. نعم. اليوم هاي الهجمة على قطاع غزة الأعنف والبربرية والهمجية منذ 15 عام، وأرجع للتاريخ بهذا الإطار، هجمة لم يكن لها مسبوق، لا وجود للإنسانية ولا للقانون الإنساني ولا للعدالة ولا لأي نظرة. أنا لسبب تحدث عني بتحدث عن الإنسانية. يعني شوف الإنسانية. نعم. لا يأبه بهاي الإنسانية الموجودة، وأمريكا تدعم بشكل علني. اليوم تكلفة الحرب على الكيان الصهيوني وصلت اليوم 7.5 مليار دولار حسب تصريحاتهم، والاقتصاد اليوم دولة الاحتلال فيها عملية نزول شئنا أما بينا، حتى وإن طال دعم الولايات المتحدة لهذا الاقتصاد الموجود، في لحظة من اللحظات لن تستطيع أن تكمل هذه المسيرة الموجودة. أصبح استنزاف، أصبح عباء، هنالك مفاجآت من المقاومة طبعا. لم تحسبها طبعا. لا دولة الاحتلال ولا أمريكا في أعتى الأجهزة الاستخباراتية. أصبح اليوم يتحكموا في عملية الهجوم هذا الأمر هم قادة قوات المارينز وقادة قوات اللي طبعاً. كانوا في حرب العراق. فأصبحت اليوم إلى حد ما نحو المجهول إحنا ذاهبين، ولكن شوفوا شو بيساووا هم، وأنا لست عسكري حتى أتحدث في هذا الإطار، ولكن شوفوا شو بيساووا. بيساووا عملية سياسة الأرض المحروقة، بيحرقوا الأرض، بيدمروا كل ما في عليها، ويتقدموا 300 متر تمهيد، ولكن يتفاجئوا أنه في هنالك مقاومة خلف يعني خطوطهم وبهجم عليهم من مسافة صفر. إذن لم يتوقعوها. عنصر المفاجأة هو عنصر القوة لدى الطرف الآخر حماس. وغير هيك أنت اليوم عندك يعني اليوم أقروا بأنه سياستنا الهجومية العدوانية لدولة الاحتلال غير ناجحة، فاليوم بتحدث عن تغيير السياسة الهجومية. اليوم أقروا. شوف التردد وعدم الثقة، يعني حتى في بداية إعلان الحرب البرية دكتور، كم كان التردد في الدخول البري؟ هاي واحدة. كم كان التردد في الإعلان عن أصلا الإعلان عن وقته في حرب برية أو وقته. صحيح. حفاظا على أمن جنودنا يعني كان صحيح. لكن الآن على الطرف الآخر
إسرائيل لديها جنود احتياطيين، احتياط الجند الاحتياطي. هذا الجند الاحتياطي، اسمح لي وآسفة لهذا المصطلح أمام المشاهدين، لمم. نعم لمم. لمم ويستحق هذا. لا يوجد عقيدة قتالية. لا يوجد عقيدة قتالية. نعم. ولا يوجد انتماء لأرض. ليس كالفلسطيني لأنه منتمي لأرضه. نعم نحن أصحاب أرض. أصحاب أرض. نحن أصحاب أرض، أصحاب موقف، وأصحاب عرض، وأصحاب شرف، وأصحاب دين. ففي اختلاف بهذا الإطار. يعني أنا آسف لمقاطعتك. يعني شوف أنت اللي صار من بداية الأحداث هنالك، قديش جابوا المستوطنين هم يهربوا إلى المطارات وخارج البلدان، كل يرجعوا إلى بلدانهم اللي أتوا منها. ولكن نحن أصحاب أرض، أرض طبعاً. وعرض طبعاً. إحنا اليوم مؤمنين بأنه حتى إحنا لو قتلنا نحن استشهاد، نحن يعني شهداء إلى الجنة بعون الله. يعني بتعرف مبارح يعني أنا هيك يعني فكرت فيها، وكيف الأطفال في غزة، بأنه هؤلاء الأطفال على فكرة إحنا منفخر بأنه أطفالنا في فلسطين بشكل عام. نعم. مندرسهم التاريخ والجغرافيا رغم أنهم أفقدوهم الكتب، هم درسوها علنية اليوم، من درسهم بالضبط، درسوها ميداني وأخذوا الشهادة. يعني طبعاً. حتى سكرت المدارس وأغلقت، لكن أطفال غزة والله أخذوا الشهادة. نعم صحيح. سيدي الكريم، لديهم تاريخ وجغرافيا، أطفال فلسطين يدرسوا، لكن أطفال إسرائيل من أين لهم كتاب جغرافيا وتاريخ يدرسوا؟ عن ماذا يدرسون؟ عن ماذا يدرسون؟ سيدي الكريم، الآن أنا أريد في النهاية أن نتوقف ما بين الخطاب السياسي والدبلوماسي بقيادة جلالة الملك. نعم. أمام العالم أجمع، لأنه إحنا المبادرون منذ طوفان الأقصى كدولة أردنية، وأيضا ما بين الخطاب أو التوجه العسكري الوحشي. نعم. عادة في الحروب التي تطول فيها مدة شدة الصراع، شدته خليني أنا أسميه، وتزداد به الخسائر، في النهاية هل تعتقد بأن إسرائيل سيأتي يوم وتجلس به على طاولة المفاوضات أو تقدم تنازلات؟ بدي أحكي لك هاي النقطة، بس برجع نقطة. أنا قبل تقريباً 3 أسابيع كتبت عن تهويد المناهج في القدس العربية، يعني قبل الأحداث وقبل كل شيء، أكثر من 3 أسابيع تقريباً. اليوم أطفال غزة إحنا بنينا جيوش كاملة بهذا الإطار، وإحنا جاهزين للمقاومة، ورح يلاقوا يعني دولة الاحتلال جيش جاهز لعملية البدء والإطار بهذا الأمر جاهز. خطاب الدبلوماسي واضح. دولة الاحتلال سوف تجلس على طاولة المفاوضات شاءت أم أبت، لأنه أصلحت مصلحتها بهذا الإطار، لأنه إحنا اليوم لا نملك بشكل عام إلا 3 استراتيجيات. نعم. إما النصر بعون رب العباد يا رب. أو لا سمح الله سحق المقاومة، لا سمح الله وإن شاء الله هذا لن يكون، أو لا غالب ولا مغلوب. اليوم مصلحة دولة الاحتلال أن تجلس على طاولة المفاوضات وأن تكون هنالك هدنة، خصوصا أنه في عندنا 242 أسير من اليهود ومن جنسيات مختلفة. طبعاً. العالم طبعاً. كله وقف عليهم في ورقة المقاومة، اليوم في أوراق ضغط موجودة، يستمر إن شاء الله المولى النفس طويل بهذا الإطار، وهم جاهزين لهذا الأمر، وبعون رب العباد إنه النصر حليفهم. جهود الدبلوماسية سوف تفضي بقيادة جلالة سيدنا إلى الضغط بشكل واضح بهذا الأمر، وخصوصا بعد عملية التحشيد اللي قاعد يعملها سيدنا وكسب التأييد بهذا الأمر، وأصبحنا نضغط بهذا الاتجاه. وأكبر دليل ضغطنا اللي هو ما حدث مبارح من وزارة الخارجية باستدعاء سفيرنا وعدم وجود رغبة في إرجاع السفير الإسرائيلي. نعم. للأردن، وهذا موقف ليس سهل، وهذا موقف ليس سهل. يعني نعم. موقف شجاع جدا. طبعا أكيد. وهي الجولة الخليجية لجلالة الملك. نعم. أيضا أصبح هنالك كأنه صوت عربي وتضامن عربي يحتذى بموقف الأردني في سحب السفير الإسرائيلي من البحر في البحرين. صحيح. على كل أن أشكرك وأشكر حضورك الدكتور ليت الجهوي الخبير الاستراتيجي. الله يطول عمرك.